بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا إذا تحدثنا في حد الرجم، كما قلنا احنا مش قصدنا حد الرجم بالذات، لكن ثارت القضية ودخلت السياسة في الفقه، ونتيجة اليوم انه صارت الناس تتلمذ على الانترنت والفضائيات، بصير في بلبلة عندكم المسلمين الآن. كما قلت من سنوات أنا عملت إحصاء فوق 2 مليار المسلمين، ولذلك مستهدفين المسلمين في محاولة تزييف الفكرة الإسلامية. وعلى أي حال دائما هذه الشبهات عبر العصور كلها هي اللي بتؤدي إلى تثوير الأفكار نحو الأفضل، لأنه في النهاية فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طب في ناس راح يكونوا يعني هذه البدع أو الشبهات إنها تضلهم، طبعا ما هو الله سبحانه وتعالى لو ما يريد يعني إنه الإنسان يكون في هذه الدنيا في حالة اختبار وابتلاء، كان ما أذن لإبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لإيش وليش بده يعني هو بده ينظر لليش؟ ايوه مشان يشتغل في الناس. ما هي الفتن كثيره، اشكال والوان، في ناس بتشربوها للفتن ولا في احلى منها. ليش؟ لان هذه بتوافق هيئته من النفسيه من الداخل. هذه الهيئه اللي شو صنعها؟ اللي صنعها اعمالهم. طب ممكن يصنعها الجهل، وممكن، واحنا دورنا انه نبين للناس الحق. وفي النهاية تجربة الأمة عبر 1400 سنة، وديروا بالكم عبر 1400 سنة كان في شبهات، يعني حد الرجم مثلا الخوارج من أول يوم قالوا فيش حد رجم من أول يوم، مش يظنوا انه القضية يعني جديدة. وأشكال وألوان الأفكار على فكرة والشبهات، لكن في النهاية إذا بتلاحظوا في النهاية الحق هو اللي ينتصر، والناس وغالبية الناس الغالبية العظمى تسير وفق الحق اللي يقوم على الدليل والبرهان. ثم الله سبحانه وتعالى حفظ دينه، وبالتالي أي محفوظ عندنا القرآن والسنة، احنا بنرجع وبنشوف. يعني مش سهل تضليل الأمة، لكن في ناس رح يضلوا طبعا، في شبهات رح تتوقف إلى يوم القيامة. لا يبقى في شبهات، مش مسألة، احنا علينا نبين، علينا البلاغ، بعدين اللي بضل وبضلش الله سبحانه وتعالى ما جعلنا وكلاء على الناس، لكن لازم نبين. ويبدو انه افضل طريقة لو جينا في موضوع السنن الكونية مثلا الجسد البشري، افضل طريقة حتى تجعله مقاوم للامراض انه احنا نقوي مناعته، لانه الفيروسات واللولبيات والجراثيم هذه موجودة دايما. لذلك لما اللي يصاب بمرض الإيدز بتنهار مناعته، بصير أي إشي يقتله بتأثر بسهولة بما حوله من جراثيم ولولبيات وفيروسات. تمام؟ إذن الحل إيش؟ الحل المناعة. وبالله الحل دايما للأمة عن طريق الوعي بينشأ برضو ضمن ما بنشأ، مش بس من خلال ما احنا مندرس الاولاد او من ربيهم او كذا ومنثقف الناس، كل واحد بيقوم بواجبه حسب اختصاصه، مش بس هيك. والصراع اللي بيحصل دايما في الامم، الصراع الفكري بيرتقي في فهم البشر. عمره ما كانت الشبهات بتخوفش، اللي بخاف هو الضعيف، اللي بخاف ما عندوش مستند يستند له هذا بيخاف. لكن القوي واللي يريد الحقيقة وماله لما يكون في أدلة تمام. ما هو دائما يجب أن يكون إحنا مطلبنا أن يكون في دليل من القرآن ومن السنة. فإحنا في المرة الماضية للأسف أنه ضيق الوقت جعلنا أدلة الناس اللي بينكروا الرجم كانت في الأخير هيك مضغوطة بسرعة. لكن هو انا بقول ببساطه ما فيش ادله لهم، اللي بيقولوا ما فيش رجم فيش ادله، فيش ولا دليل.
لما بقول ولا دليل لأني بحثت أشوف مين عنده دليل إنه ما فيش حد رجم. وأنا كنت مقدم بمقدمات طبعا في هذه المسألة واقترحت اقتراحات في هذا الموضوع، لكن إني أجد إنسان عنده دليل وحتى لو كان من كبار علماء ما فوجدت الدليل. في ناس بيقولوا طب قالت كذا وقالت كذا، فيش عنا هيك إنه قالوا وما قالوش. اللي قالوا وما قالوش شو مستندهم؟ إذا كان اللي بيقول ملوش مستند قد ما يكون كبير بيعنيناش، قد ما يكون كبير، لأني أنا مدرك إنه أفهم إنسان وأكبر فقيه أحيانا يأتي بشذوذ، في كل فقيه له شذوذات وسقطات من هون ومن هون. ليش؟ لأنهم بشر. وأنا قلت لكم مرة مثلا في درس فقهي، أستاذ يعني مشهور له باع طويل في الفقه وفي التفسير ومن العلماء الكبار الآن وعمره الآن تجاوز الثمانينات، بتكلم بيقول في الدرس هو حادثة الإفك، هو حادثة الإفك في مكة ولا في المدينة؟ في مكة ولا في المدينة؟ بقول له يا أستاذ هيك إيش حادثة الإفك؟ طب ما هي عائشة زواجها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، شوفها مش معناته بيعرفش هو. تيجي لحظات شو بصير؟ بتغيب شغلة بسيطة. حادثة الإفك في مكة ولا في المدينة؟ ليش هي عائشة قديش عمرها في مكة؟ ها؟ فهون يعني عادي إنه مش نقول والله قال فلان، قالوا الخوارج. إيش قالوا الخوارج؟ طب هم الخوارج لما قالوا فيش حد رجم شو دليلهم؟ أنا أقولكم شو دليلهم. مش معقول يعني يأخذوا عن علي اللي كفروه هم، علي رضي الله تعالى عنه لما قال رجم امرأة وقال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عهد علي يعني علي مش مدرك هو انه في رجم ولا ما فيش، وقال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صح عن علي. كيف الخوارج بدهم يأخذوا عن علي؟ وعلي عندهم كافر أصلا، علي عندهم كافر وقاتلوه في معارك. هذول بدنا نيجي نأخذ بعدين من الخوارج؟ اليوم وينهم الخوارج؟ وينهم؟ وينهم؟ مش موجودين. بيجوز بعض الناس يقول لا موجود في فرقة الآن كانت في الأصل خوارج وهي فرقة معتدلة اللي هم الأباضية أو الإباضية، سواء كانوا في عمان أو كانوا في الجزائر وفي الشمال الإفريقي موجودة لحد اليوم. وأصلا ليش موجودة؟ ليش كان موجود؟ لأنها معتدلة وقريبة كثير لأهل السنة. أنا مثلا في مفسر له تفسير من 5 أجزاء اسمه هود ابن محكم، هذا طبعا قديم جدا، لما بشرح الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، لما بشرح هذه الآية هود وهو من أقدم المفسرين يعني قديم جدا، لما بشرح هذه الآية يعني تقريبا أظن توفى في حدود 280 هجري، يعني معناته أنت كاتب التفسير يعني قريب جدا ولا بشك، إذا متوفي 280 هجري تقريب معناته يهود ابن محكم، هود ابن محكم ولا محكم، لا هو غالبا محكم. لما بشرح هذا طب خارجي إباضي خارجي وفاة 280 هجري، يعني بجوز كتب 250 260 هجري قريب. لما بشرح هذه الآية في تفسيره بذكر الرجم في آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بقول هذا بخص البكر، أما المحصن يرجم، هيك بقول هيو خارجي هيو عم بقول. وفي بعضهم كان قال المعتزلة قالوا ما قالوا فيش حد رجم، المعتزلة ولا بعض المعتزلة بعضهم، وبجوز حتى بعضهم هذول زي النظام يعني إله سقطات كثيرة. طب أنا بدي الزمخشري، هاي الزمخشري إله كتاب التفسير الزمخشري، ما إله كتاب التفسير، هم من أكبر المعتزلة الزمخشري الكشاف، كتاب التفسير تفسير الكشاف.
بنص على الرجم. إذن ما بنقدر نقول المعتزلة ولا بنقدر نقول الخوارج، بعض كثير من الخوارج وبعض المعتزلة بس. طب شو الدليل؟ إذا المعتزلة هيهم بيقولوا، هاي الزمخشري كبير من أكبر من أكابر المعتزلة، هاي بيقول بالرجم الزمخشري، وهاي هود ابن محكم وفاة 280 هجري، هاي إباضي خارج إباضي بيقول بالرجم، والإباضية بتقول بالرجم أصلا، وحتى الشيعة، وأني أنا بدخلش الشيعة في الموضوع انسوا، ماشي، حتى الشيعة بتقول بالرجم كمان. كيف اتفقت البشرية البشر كلهم هيك على موضوع الرجم؟ يعني ما بيعرفوش بيعرفوش. طيب من بعض الأدلة اللي ما تعرضناش إلها بالمرة الماضية، وهذا غريبة طبعا، غريبة من الغرائب، إنه لاحظوا من أدلة بعضهم في الملاعنة، في الملاعنة لما واحد بيتهم زوجته وبيلاعنها، الملاعنة هو بيشهد أربع شهادات والخامسة بيجي دورها هي، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، ويدرأ عنها العذاب. قالوا الرجم مش عذاب، قال لأنه موت، الرجم مش عذاب. تصوروا، قال الرجم مش عذاب، إيش هالبدعة هاي؟ كيف يعني الرجم مش عذاب؟ قال ولا شو يعني يقول؟ كان لازم يقول ويدرأ عنها الموت. الموت هذا الموت له صور كثير، احنا بنخنقها خنق، بنضربها بالسيف، بنرجمها، كله بيؤدي للموت، تمام؟ وبعدين مين قال انه هي اذا شهدت اربع شهادات يدرأ عنها الموت؟ ممكن تموت فورا، يعني هذا ما بيجيش الكلام بهذا الشكل، انتبهتم؟ لو قال سبحانه وتعالى ويدرأ عنها الموت ان تشهد، ليش اذا شهدت اربع شهادات هذا بيدرأ عنها الموت؟ ما هي بدها تموت من اصله، بتموت، ما قالش الموت، قال ويدرأ عنها العذاب. قال الرجم مش عذاب، الرجم مش عذاب، اذا ليش بتحايصين انتو وبتعتبروا انه الرجم هذا عقوبة شديدة؟ شديدة في ايش؟ لانها مش عذاب ولا لانها عذاب؟ هي شدة الرجم، يعني هم حتى الناس اللي بيقولوا هذه عقوبة وحشية بوصفوها وحشية، ليش؟ لانها مش عذاب، لانها مش عذاب. طب ما هو رحمه الله ابو زهرة اللي اول ما يعني اللي كثير بضلهم يرجعوا له، واليوم هذول الناس مقسومين قسمين، ناس يعني محترمين وفقهاء خصوصا ابو زهرة، وناس لا، ناس من هاللي يعني بيلعبوا في الدين لعب. طب ابو زهرة بيقول عن ابو زهرة وهو برد حد الرجم بيقول عنه عذاب، ابو زهرة وهو برد حد العجب الرجم بيقول عنه عذاب شديد ومؤلم. وابو زهرة على فكرة مش فقط كما قلنا في الندوة التشريعية الفقهية سنة 72 اعلن عن هذا الكلام، ثم وجدته في زهرة التفاسير في تفسيره، لانه توفى في 74، الندوة هاي كانت في 72، وجدته في تفسيره بقني. شو يعني بقني؟ يعني بذكر هيك قضايا، يعني بمهد للكلام نفسه، انه يعني انه الرجم، بس بقول انه الرجم عذاب. في ناس بطلعونا بدعة انه الرجم مش عذاب. انتم ما ملاحظين معاي انه اليوم احنا كبشر لما واحد بروح على المستشفى بحطه هيك على انفه كنغاب وخدروه، مش هيك؟ خدروه، بخدروه في عملية، في أسهل من التخدير اليوم، بشمموه هيك إلا هو نايم بخدروه. طب ليش اليوم الدول الرحيمة في العالم كله لما بدها تعدم، فكرت في أساليب في الإعدام إلا هالأسلوب؟ بنشممه بينام خلاص، مثل ما بنفتح بطنه، مثل ما بنقطع رجله، مثل ما بنقتله. بيعملوهاش ليش؟ بيعملوهاش ليش؟ ما هي أرحم إشي، بشنقوه، بطلقوا عليه الرصاص،
تفاصيل بضربوه بالسيف، كرسي كهربائي بصير يرج وبقعد قديش 30 ثانية ماشي. لا بدهم لانه هم بيعرفوا انه انا بدي الجمهور يكون شاعر بالرهبة، لانه العذاب شو هو؟ العذاب عذابين، الم شديد، الم شديد. العذاب ما هو بكونش مجرد الم، الم شديد العذاب، جسدي او نفسي. ممكن يتعذب نفسي ولا لا؟ نفسي ولا لا؟ تصوروا واحد يحكموا عليه انه بدهم يرجموه بكرة او بعد بكرة او بعد 3 ايام، في 5 ايام وهو متصور موضوع رجم، شو بصير فيه هذا؟ شو بصير؟ وهدول الناس اللي بيقولوا انه الرجم مش عذاب، بنقول لهم لو انه حكم عليكم نخدركم ونقتلكم ولا رجم، شو راح يقولوا؟ خدرنا. ليش خايفين من الرجم؟ هو ماله الرجم؟ لا يكون الرجم عذاب. شو هالبشر هاي؟ ايش هالبشر هاي؟ قال الرجم مش عذاب ولا شو هو؟ ليش خايفين منه طيب؟ ليش مش معترضين على الاعدام ومعترضين على الرجم؟ عذاب. ونقترح الطريقة نخفف من هالعذاب. وفي ناس حسب اني يعني بمزح، شو مانع يخترعوا مدفع كمان بطلق احجار وخلصونا من هالموضوع؟ بيمشي ولا بيمشيش؟ بيمشي. وفي بعض الناس يعتبر كمان الرصاص ما هو رجم وخلاص، ما هو رجم برضو بهالطريقة هاي، مش هيك؟ يا هاي هون عشان محامي. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. انت بدك اذا بدك تقتل احسن القتلة، واذا بدك تذبح واحسن الذبحة. لانه انا ايش ليكون انا يعني لما بدي اذبح الذبيحة مشان اكلها، شو استفيد من عذابها انا؟ ليش اعذبها انا؟ وبدك تقتل احسن القتلة. هون يعني بدي اسألهم سؤال. لما قالوا انه هاي سليمان عليه السلام، لاحظوا احتجاجهم، هاي سليمان عليه السلام شو قال عن الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. اما ليش طبعا بده يعذب ويذبح وقت مش موضوعي؟ ماشي للهدهد، مش الناس هيك تقولوا طب ايش ليش الهدهد هيك؟ هذا موضوع الان مش وقته. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. هون العجيب في الموضوع انه اولا لأعذبنه عذابا شديدا، هذا ما بتعنيش انه بده يموت، بس عذاب شديد. لما قلنا فلان عذب فلان عذاب شديد، يعني موته؟ لا. او لأذبحنه، هون اذبحنه موت والاستفادة من لحمه كمان الهدهد. تمام؟ فهمنا. اما هل غلط في تعبيري انا كعربي او انجليزي او ايش ما اكون من البشر، هل غلط اجي اقول عذبه عذابا مميتا؟ غلط التعبير هذا؟ يعني هو في تناقض؟ بعدين لو قال يدرأ عنها الموت، ما بدرأش عنها الموت اصلا، ما هي بجوز تموت. احنا بنتكلم العذاب، ها؟ يدرأ عنها العذاب والرجم اكثر ما بيخوف الناس. اولا العذاب النفسي قبل تطبيقه، ثم اثناء تطبيقه بيخافوا من العذاب. بس يعني ممكن يقول لك موت وانا ماشي، بس بترجموني خلصوني بطريقة ثانية، خدروني انا، ليش خايف؟ عذاب. قال مش عذاب، وبعدوا دليل. شفتوا ادلتهم احلاها؟ ادلة مين هاي؟ هاي ادلة ناس يعني كلام بدهم يعني بأي طريقة انهم يوروك انه في عندهم ادلة. هذا دليل ويدرأ عنها العذاب، هذا واحد. 2، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. تمام؟ طب قولوا لي كل سارق؟ لا مش كل سارق. ليش؟ طب اللي بيسرق ابوه سارق ولا مش سارق؟ مبلا سارق. والاب اللي بيسرق ابنه سارق ولا مش سارق؟ سارق.
واللي سرق من حرز من حرز او مش من حرز سارق ولا مش سارق؟ مش سارق. واللي سرق اقل من النصاب سارق ولا مش سارق؟ سارق. واللي 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 وبتقطعوش ايده ليش؟ بتقولوا انتو، لاحظوا شو بتقولوا، والفقهاء كلهم وهذول الناس اللي بيقولوا، وهذول هم اللي بيقولوا ما فيش رجم، هم نفسهم بنسألهم بجاوبونا بنفس الطريقة. شو بيقولوا؟ بيقولوا والسارق والسارقة هذا عام ومعروف في الدين انه في تخصيص. وانا رحت لابو زهرة وشفته لما بفسر والسارق والسارقة، بدي اشوفه بيخصص ولا بيخصصش. شو يعني بيخصص ولا بيخصصش؟ ما هذا اللفظ العام في له تخصيص. كل سارق لا، كن قال لك هذا ابن بصيرش انا اقطع ايده، وهذا اللي سارق الاب، وهذا اللي سارق شريك له شبهه، وهذا زوج او هذه زوجه، ما ان الزوجات لابد تقطع ايدين مشكله. وهذا ما سرق مش من حرز، وهذا طب منين جبتوا هالكلام كله؟ منين جبتوا هذا انه في بعض السارقين؟ طلعتوهم من النص القرآني؟ انتم بتتناقضوا مع القرآن؟ كلهم بيخصصوا. شو يعني بيخصصوا؟ انه بقول لك جت احاديث وجت قواعد عامة وجت كذا وجعلتنا نقول هذا السارق لا وهذا السارق لا. طيب والزاني والزانية والزاني عام، ما فيش زنا خارجين من الموضوع مخصصين يعني؟ بلى، اجت احاديث متواترة. اذا حديث ماعز اللي رجموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماعز 18 صحابي رضي الله عن ماعز، 18 صحابي رووا وبكيدوك لما شو بيقولوا؟ انه احاديث ماعز مضطربة. كيف مضطربة؟ قال في روايات بتقول انه رجل من اسلم، من اسلم قبيلة جاء واعترف بالزنا، وفي رجل جاء واعترف بالزنا، وفي رجل من أسلم اسمه ماعز ابن مالك اعترف بالزنا. قال هذا اضطراب. قال ايش اضطراب؟ ليش كل واحد جاب معلومة تختلف عن الثاني؟ واحد بيقول لك رجل، ليش هو ماعز مش رجل؟ واحد بيقول لك رجل من أسلم، ليش هو ماعز مش من قبيلة أسلم؟ طب ما في بيقول لك من أسلم اسمه ماعز، هايو أثريته ماعز من أسلم. فإذا صحابي أجا قال لك جاء رجل بدون ما يقول لك من اسمه، واحد ثاني قال لك جاء رجل من أسلم، واحد ثالث قال لك جاء رجل اسمه ماعز، هذا اضطراب. شفتوا لما بكونوا بدهم يعني بأي طريقة يمشوا الموضوع، هذا هو الاضطراب، إنه ماعز مش رجل أثريته، وأثريته مش من أسلم. انتبهت وين؟ 18 صحابي حديث واحد بس. طب وحديث الجهنية؟ طب وحديث الغامدية؟ تمام؟ كن قال لك سألنا عبد الله بن أبي أوفى قبل ولا بعد؟ قال بعرفش. ماذا ما قال بعرف؟ طب أنا بعرف. شو بتعرف؟ بعرف إنه قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم فيما بعد يتكلم عن حد القذف وحد ايش لما بيقذف زوجته وموضوع الإفك، حادثة الإفك. طب ما هي معروفة انه هذه الآيات يا نزلت في السنة الرابعة او الخامسة او السادسة، بس يعني اذا بدهم يختلفوا العلماء، هذه الآية نزلت الرابعة، سنة الرابعة هجرية أو الخامسة أو السادسة، وأبو هريرة أسلم في السابعة، وأبو هريرة شهد الرجم. إذن شو النسخ؟ إذن في بعد نزول الآية حصل رجم من قبل رسول الله في الأحاديث الصحيحة، معناته هذا بيخصص ولا بيخصصش؟ بيخصص. هاي الآية نازلة، إذن أنزل. كن قال لك عن كيف أنتم بتجعلوا الآية بتقول الزاني الزانية والزاني، وانتوا بتروحوا بتقولوا البكر. طب وانت كيف في السارق والسارقة بتقول
اللي من حرز واللي مش كذا واللي أكلكم لا يكاد يكون في نص عام إلا وله مخصص. هيك الدين كله وأكلكم وفي القانون قوانين البشر كلها في ألفاظ بتكون عامة وبعدين شو بيعملوا؟ بيخصصوا. شو يعني بيخصصوا؟ يعني العام بيكون محتمل، العام بيكون محتمل كذا وكذا 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 وكذا، يعني بيكون المقصود الكل. بيجي القانون بيقول لك لا، من كان كذا ومن كان كذا ومن كان كذا بنطبقش عليه. وفي الدين هذا كثير في الدين، ويندر يندر يندر تجد عام إلا ولا مخصص. بالتالي كيف أنت خصصت والسارق والسارقة وبدكش تخصص الزاني الزانية والزاني، مع أنه أحاديث اللي خصصت الزانية والزاني أحاديث متواترة وماعز لحاله 18 صحابي وعشرين صحابي نقلوا أحد ما حصل من الرجم، وثابت انه الرجم كان بعد نزول الآية هاي، وهي قلنا لكم أبو هريرة أو أقولكم مش بس أبو هريرة، مش أبو هريرة انه أسلم في السنة السابعة، وابن عباس اللي بروي جابته أمه على المدينة في السنة التاسعة، جابته أمه على المدينة في السنة التاسعة ابن عباس، تمام؟ فإذا إذا في. وبعدين عمر بن الخطاب بيقول لك ما الرجم قائم، وعلي بن أبي طالب بيقول وعلي وعمر بن الخطاب على المنبر بيخطب في الناس وبيقول لهم الصحابي قدامه ما خلولوش، لا ما هو ثبت النسخ وما فيش نسخ وفيش إثبات على النسخ. قال لك ولما جينا قلنا لهم الآية هاي مش مقصود فيها فقط البكر، قالوا كيف أنتم بتخصصوا العام؟ قلنا لكم إنه كل المذاهب بما في الأحناف خصصوا هذه الآية وقالوا انه المقصود فيها البكر. خلصنا من هذا وقلنا اشرنا سابقا انه هي لاحقا. كان الشيخ باسم بدك تحكي يا شيخ باسم على السريع على السريع. من ضمن التساؤلات لطيف، احنا معنيين اي واحد عنده. التخصيص هون مش في العقوبة، بيسأل الشيخ باسم ممكن يكون الاشي اللي خصصته أكبر من الأصلي؟ لا، هو التخصيص الأفراد، الأفراد الزانية والزاني شو حتى هذا مضطرين هم يخصصوا، عارفين ليش؟ هم مضطرين يخصصوا هاي كمان. كيف؟ هو أن التخصيص عن الشخص، الشخص الزانية والزاني، أنهم زاني وزاني بين لنا اللي بدهم ينجلدوا مين، يعني اللي عقوبتهم خفيفة، لأنه في رجم قبلها وفي رجم بعدها، في رجم قبلها وفي رجم بعدها، هذه الزانية مين؟ طب شوف يا شيخ باسم كيف بدهم يخصصوا الآن. أنا بدي أقول لهم واحد زنى بامرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته وطلع زنا المسألة، هذا لا يكون بدنا نعاقبه، لا، هاي 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 كمان أخرجناها من العقوبة من أصلها. طب واللي زنى مش بالغ، بتقولوا لي هو اللي مش بالغ بزني؟ بزني ومش بالغ كمان، هذا في تخصيص. والمجنون ما نطبقش على المجنون، مش هيك؟ طيب واحد نوى يزني وعكس هديك بحسبها زوجته وطلع زنا، طيب واحد بالعكس حسبها مش زوجته وطلع زوجته ايش نعمل فيه؟ ناوي الزنا ماشي. مين قال انه حتى هاي نفسها آية الزنا ما بتخصصش في كثير حالات؟ هاي مخصصه، هاي مخصصه، ومش على مستوى حديث الرجم المتواترة وما فعله الرسول. واصلا للمرأة على فكرة، المرأة هاي اللي جت وقالت انها زنت قالها روحي رضعيه، رضعته يعني قديش؟ خلينا نقول لا لا لا، او شيء روحي حتى تضعي، بجوز يعني بعد شهرين وضعت، لما اجت روحي حتى ايش ترضعي، هاي كمان سنتين. معناته وين الكلام؟ معناته وين الكلام؟ في بعض الناس قدر قال بجوز سنة 9 سنة 10 معناته موضوعها. طب وما هي الايات الزنا سنة يا 4 يا 5 يا 6، ما هي لها علاقة بحادثة الإفك؟
لها علاقة آيات سورة النور بحادثة الإفك، وحادثة الإفك معروفة وينتا وبالضبط، وإحنا محددين إذا صرنا عارفين نحن، واللي بده يقول بالنسخ لازم يبين لنا مين قبل الثاني وإحنا مبينين له مين بعد الثاني وخلاص. وهذاك الصحابي اللي سألته قال بعرفش، عملتوها حجة، انتبهتوا كيف اللي بده بدوره هيك تدوير، قال لك بعرفش، قال حجة إذن. طيب لاحظوا الآن آية شيخ باسم. فإذا القضية هون ملهاش علاقة بالعقوبة، إلا علاقة بالشخص اللي بدنا نطبق عليه العقوبة. هاي واحد. اثنين ذكرني الشيخ باسم الآن بشيء بيعرضوه هم، مش بس هم، سواء كان منهم المحترمين أو غير المحترمين، ما في محترمين وفي غير محترمين، وفي منهم على فكرة مشان يقنعك، وهذا غريب وهذا فجور، كن قال لك هذا الفقهاء هم ولا الأدلة الشرعية، ناس قاعدين ببحثوا في الأدلة، تيجي بتزعم انه من كلام الفقهاء، الفقهاء يعني هم غاويين يعني يرجموا، هم غاويين يرجموا ولا هم، لاحظوا هم فقط ايش الدليل يقول، بيجي بصيروا يقولوا لك هذول الفقهاء ويشعروك انه يعني تخلف، والفقهاء وهم بيقولوا مسلمين احنا، هذا فجور وهذا مش عارف، هذا مش قادر يقدم دليل، بصيروا يروح به مثل هيك عبارات كبيرة انه الفقهاء قالوا واخترعونا اياه الفقهاء، اخترعوا الفقهاء، ليش الفقهاء اخترعوه؟ يعني تركوا الدليل هيك واخترعوه، بتلاقي منهم فجرة ومنهم محترمين. كن قال لك ايوة انتبهوا الان، هذه من ادلتهم اللي ما تعرضنا لها، او بجوز بعضكم سألني فيها في المرة الماضية بس مرينا عليها مرور سريع، انه طب معقول يذكر القرآن حد الجلد وينسى اشي اضخم منه حد الرجم؟ معقول القرآن ما يذكرش حد الرجم اللي هو فيه موت ويذكر الجلد، يذكر الجلد وما يذكرش الرجم؟ طيب ممتاز. اذا انتوا هذا انتوا بتسألوا على الحكمة، يعني ليش ما ذكرش القرآن الرجم الحكمة يعني، ولا هذا دليل؟ ما عمري سمعت في الفقه انه بنقعد نقول طب ما هو مش مذكور في القرآن، يعني ثابت في السنة مش مذكور في القرآن، اذا ايش يعني ثابت في السنة مش مذكور في القرآن، ايش هذا دليل؟ هذا دليل ولا تساؤل عن حكمة؟ تساؤلوا عن الحكمة انتو، ممكن تجدوها ممكن ما تجدوهاش، بس هذا في باب الادلة، هذا انه ليش القرآن ما ذكرش في باب الادلة، انا بدي اسألهم ارد عليهم السؤال، مذام في ناس بترجم ومذام الرسول رجم ومذام عمر رجم ومذام علي رجم، ليش القرآن ما ذكر وبين لنا بوضوح بحيث ما يصيرش في مجال، مذامها خطيرة كان لازم يذكر انه ديروا بالكم الزاني المحصن والزاني غير المحصن يجلد، هيك لازم يقول لنا، برضو السؤال بيرتد عليهم ليش ما ذكرش، قال ليش ما ذكرش، طب ليش ما ذكرش، ما هو عارف انه بدنا نجد، ما هو عالم انه بدنا انه في ناس رح يرجموا، عالم انه الامة رح تجمع على الرجم، عالم بيعلم انه الامة بدنا، طب ليش ما قال، ليش ما وضح القضية وبين انه محصن ولا مش محصن، هذا بتجلدوه تمام ولا مش تمام، ولكن انا بدي اقول لهم حكمة بسيطة جدا، هاي شوفوا هي الخطورة تكمن في ايش، ما هو احنا قلنا لكم اصلا مين اخطر، القتل ولا الزنا البكر، القتل اخطر، ليش القتل اخطر، لانه بدنا نقتله القتل اخطر، الزنا بنجي لدمية، شو المية قلنا اليوم، المية ربع ساعة اليوم على بعض الالات هيك الات بتضر، خمس دقائق اللي هن طالعات، شو خمس دقائق، ما هي اصلا مية، ما هي الثانية قد دقيقة، 60 ثانية يعني دقيقة ونص، إذا يعني كل جلدة ثانية خلصنا بروح تمام، هذا في 100 جلدة، لاحظوها مع ذلك اكتفى في موضوع القتل بشهدين وفي الزنا 4، طب الزنا اللي بدك تجلده 100 جلدة 4 شهود واللي بدك تقتله بكفي شهدين، وعلى فكرة مش بس الإسلام في العالم كله، يعني اذا شهود 2 موثوقين
قالوا هذا القاتل اللي احنا شفناه وجت كل ما قدروش يدفعوا بأي قرينة من القرائن هذه الشهادة، ما بيطبقوا الإعدام، قاعدين باثنين بيطبقوا الإعدام باثنين، والإسلام بيطبقش حد الزنا بأربعة إلا بأربعة، وشرحنا لكم ليش. إذن هذه ليش وهذه أخطر من هاي؟ طب ما هي منقدم لهم، ما هو القتل أخطر، بدنا نعدمه هيو شهدين وبدناش نعدمه، بدنا نجلده أربعة وهي أربع شهود، أنو اللي لازم بده شهود أكتر، أنو اللي لازم بده شهود، وبينا لكم ليش. هذه مسألة. المسألة الثانية، أصلا اللي بدهم يرتجموا في أرض الواقع أثبت التاريخ إنه عددهم إيش؟ قليل. أثبت التاريخ إنه عددهم قليل، احتمال، خصوصا انه الاسلام ايش قضية الاربعة، ويشوفوا والجريمة هي اصلا مبنية على التستر، وكيف بدهم كتب، وبعدين الاولى ما يعترفش روح ما تعترفش، وتفاصيل طويلة. معناته اثرها في التاريخ راح يكون في تاريخ البشر وفي حياتهم، يعني الحادثة راح تكون كثيرة ولا قليلة؟ هاي واحد بس السركة اللي فيها قطع ايد يعني اخف من الرجم ذكرها في القرآن، بس السركة هاي ممكن كل يوم في وانتشارها والتفاصيل وخطورتها على الاقتصاد، واعطيناكم خطيرة كثير السركة، والناس اللي بيمارسوها مسائل من هذا القبيل واكتشافهم اكثر من قضية. اذا ممكن ليش ما ذكرهاش في القرآن؟ مش لخطورتها انها قتل، لأنه أصلاً قداش بدها تحدث. هاي واحد. اثنين، وهذا عندي الأهم، اثنين وهذا عندي الأهم، لأنه فعلاً ما يثبت في القرآن ليس كما يثبت في السنة. الله يعلم إنه البشر في موضوع الرجم رح يلفوا ويدوروا، رحمة بهم لو جعلها بالقرآن كان كل اللي لفوا داروا هدول كفار، وهينا منناقشهم ومش مكفرينهم. ليش؟ لانها في السنة مش في القرآن. انتبهتوا علي؟ هاي حكمة، تكفي ولا بتكفيش؟ رحمة فيكم، لانكم انتو تتخوفوا وهذا الرجم بتحاولوا تدبروا له طريقة هيك ماشي. ولذلك عند الاحناف ما ثبت في السنة ليس كما ثبت في القرآن، ولما بيقسموا مثلا الحكم الشرعي اقسامه بيقولوا فرض واجب، مع انه باقي الفقهاء ما بفرقوش بين فرض وواجب في التقسيم. احنا فرقوا ما يثبت بقرآن مثلا او قطعي، وما يثبت بالسنة او ظني، تمام. فبالتالي ليش ما ذكروا؟ احنا قلنا اولا هذا راح يكون من النوادر حصوله، اثنين ما ذكروش رحمة فيكم مشان لما بتلفوا بتدوروا ما تكونوش خرجتوا، لا انتوا ولا الخوارج ولا بعض المعتزلة بيكونوا خرجوا من الدين. هاي بتكفي ولا بتكفيش رحمة بالناس؟ تكفي. وبحب اقولكم اشي، هو اصلا مين قالكم انه احنا في تطبيق الدين حتى لو كان الموت، مين قالكم انه مننتظر القطع، الاشي القطعي؟ طب ما هو هيو في العالم كله، قلت لكم في العالم كله شهر اثنين بيشهدوا، اقولكم لا في دول الساعة واحد يعني من هاللي مش ما فيش مقدرناش نشكك في شهادته بيودي اعدام في بعض الدول. طيب خلينا شهدين، ليش في دول في العالم في القتل بتشترط ثلاث؟ في دول تشترط ثلاث، هينا بنقتل بشهادة اثنين. انتو برواية 20 صحابي وامور متواترة وتاريخ الامة كله، هذا بتقولوا بصيرش نزهق دم، نزهق روح انسان؟ ليش ما انتو في قوانين العالم كله تزهقوش روح بشهادة اثنين او شهادة واحد مع بعض القرائن؟ تعدموه في الدول اللي بتعدموا. إذن هذه موضوع انه خطير وقتل وازهاق نفس، ها هذا معناته لازم قبل ما نقتل واحد نخلي شهود 10 او نخليهم زي الزنا 4. اي يا شيخ، من البداية
بدايات انه السنه موضحه ومفصله، اي من البدايات انه السنه موضحه ومفصله، وايضا منشئه لبعض الاحكام، ومنشئه لبعض الاحكام. الان الناس يعني، الناس يعني عندهم معلومه من الدين بالضروره انه الجمع بين المراه وعمتها وخالتها لا يجوز. ممتاز، هذا الكلام من السنه. عارفين شو قصده يقول؟ الجمع بين المراه وعمتها وخالتها لا يجوز. طب ليش؟ ما هو مش موجود في القران. كيف انتم مش موجود في القرآن؟ حرمنا العمة والخالة من ما؟ القرآن ما حرمش العمة والخالة، منين حرمتوها انتو؟ وفي الرضاعة والعمة والخالة من الرضاعة وتفاصيل زيها. اذا هذه في الدين نعم آية. ايش اخطر يا عماد؟ اخطر اركان الاسلام الصلاة، والسنة هي اللي وضحت عدد ركعات الصلاة. يعني الصلاة مثلا هل كنت منكر انه، منكر انه صلاة الظهر اربع ركعات كافر حتما، منكر انه الصلاة اربع ركعات كافر حتما. صلاة الظهر قصدي، صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب ثلاث والصبح تنتين، شو افضل صلواتهم؟ والعشاء اربعة. اللي بنكر هذا العدد بالذات ايش هو؟ عند بالأمة كلها كافر. ليش؟ لانه متواتر، معلوم من الدين بالضرورة. في القرآن ولا في السنة؟ هذا خطير جدا. هي رجم ولا عدم رجم ولا انكار سنة؟ لا هي انكار سنة. ها شيخ باسم يلا بلك تجيب، الشيخ باسم يدور لنا على دليل لهم تاني. دور دور لا 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 ايش قصدك انت دور على دليل؟ بس مقصود اذا في عندهم، لان انا معني انه يكون في عندهم دليل. مثل صحيح، العقوبة منسجمة مع الجناية. ممتاز. طيب ممتاز ممتاز، ما دام فيها آيات بينات يا شيخنا، إذا الزاني اللي قلنا عنه زنا مخطئ وبظن إنها مرته طلعت مش مرته، هذا بتقيم عليه أنت الجلد؟ أو ماشي. ما هو رجعنا لموضوع، موضوع قضية الخاص والعام اللي هو مليء القرآن فيه والسنة، الخاص والعام. كيف؟ ممتاز، خلينا هون. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إذن هي مش مية الزاني، هينا مش مقيمين عليه عقوبة. شو؟ إيش هذا؟ إيش الطريقة في الاستدلال؟ مش عندك أنت، هم استدلوا فيها، ذكرتني أنت. قال هي مش مية، الله أكبر. أولا في الزنا، في الزنا في ممكن يموت وفي ممكن ما يموتش، هاي واحد. اثنين، طب ما هو معظم العصور وبعصرنا هيو ما بيطبقش، ما هو بده يعطيك حكم شرعي. ليش اليوم بيطبقوا على الزاني المحصن ولا مش محصن؟ اليوم بيطبقوا هم، بيطبقوا هم. طب وممكن يكون الزاني بكر والزانية بكرة برضو، هي عفوا يعني بكر هي الثانية، وبالتالي اذا لما يعطيك حكم، لما يعطيك حكم بعدين ممكن انا شخصيا اكون شايفه انه زنى هذا المحصن وسترت عليه، واجى بعدين طلب ازوجه ولا ما زوجوش، تاب ولا ما تابش، في تفاصيل طويله. اما هذا دليل من الادله على انه لا يرجم، انه هي بدليل بقول انه الزاني والزاني، الزاني لا ينكح الا زانيه، يعني هي حي اثرته مش معدم. لا لا لا، ممكن يكون مش، مين قال اصلا المطلوب من الناس، مين قال المطلوب من الناس انه يطبقوا الحدود؟ هذا لا يجوز تطبيق الحدود الا من قبل الدوله. وممكن يكون معروفين انه حتى زنا سواء كانوا ابكار ولا سيب ولا ابكار، وعلى قضية سيب وابكار على فكرة انسوا حد الرجم. انا بدي اعطيكم حديث انتم بتدرسينه وانتم صغار، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والسيب الزاني هيو فيش رجم بس بموت سيب الزاني. هذا برضو حديث، شو بدهم يعملوا فيه؟
شو بدهم يعملوا فيه؟ لا يحل. ومش بس هيك، وحديث ثاني برواية صحابة ثانيين، زنا بعد إحصان، هذا اللي بيجيز نقتله، زنا بعد إحصان، حديث صحيح، زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، هذا ما له علاقة الآن بالرجم. ما يعني احنا لما قلنا لكم انه 20 صحابي اللي رووا في موضوع الرجم، هذا غير قضية الأحاديث الثانية اللي مثل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني إلا بها، إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيب الزاني، هيو أنو ثيب منهم، زنا بعد إحصان بعد زواج يعني. ولذلك كل اللي على فكرة رجمهم الرسول كان يسألهم محصن ولا مش محصن، ها أحصنت. الفرق في العقوبة ضخامتها فقط، هذا يدل على انه الثيب اخطر. ومن ضمن خطورة الثيب، تصور امرأة متزوجة، اولا هذه بدها تدخل على زوجها في نسبه، اما لو كانت بكر مش راح تدخل على نسب حدا، وهي حتى ينسب الابن إلها في النهاية، تمام؟ اما هيك ادخلت على زوجها، هذا فرق ولا مش فرق في البكر ولا مش بكر؟ هي واحد. وبعدين انا بدي اعطيكم تجربة اجروها الغربيين، شو هي التجربة هاي حتى نشوف انو اخطر. جابوا كرود، شوف التجربة شو هي. جابوا كردين، كرد وكردة، وحطوهم في قفص مع بعض، واثنين ما لهمش تجربة سابقة في العملية الجنسية، لاحظوا انه هذول الاثنين طولوا في الزمن عبين ما تعرفوا وايش وتزاوجوا، طولوا. التجربة الثانية جابوا ذكر بكر، كرد يعني، وكردة لها تجربة، وحطوهم في قفص، لاحظوا انه اللي بتحركش الكردة، وهذاك يعني مش عارف شو يعمل، الكردة اللي مالوش تجربة. عكسوها، جابوا كرد عنده تجربة وكردة ما عندهاش، طولت عبين ما قبلت. مين اللي يحاول؟ هو. جابوا كردين عندهم تجربة، على طول تفاهموا جابوا كردين عندهم تجربة، ما خدش وقت، فهموا على طول. هاي تجارب معناته، واليوم بجوزوهن وبزفوهن وكل البلد موافقة، وبعتنا لألف واحد حضروا، وبكن اجى استشارك العريس بعد 15 يوم بتصير. يا شيخ لحد الان متمنعة، هي خايفة، هي لو إلها تجربة بتخاف، لو إلها تجربة بتخاف، هي ليش خايفة يا بنت؟ ما زفناكي وجبنا البلد كله شو القصة؟ طب بالله قولوا لي، هاي اللي جوزناها وقعد جوزها أسبوع أسبوعين، تخافوش يعني، هذا بنحل أسبوع أسبوعين. طب هاي كيف بدها تزني؟ هاي إذا زواجه مش بزبط، إذا زواجه مش بزبط. وفي منهم رجال برضو بيجوا بقول لك متمشكل انا، شبه شو قصته؟ لانه اقدر بالكم العجز الجنسي 90% منه نفسي، العجز الجنسي 90% نفسي، نحل نفسي خلاص يعني. هذا قضيه الناحيه العضويه، هذول 10% الحالات العضويه اللي ممكن من هذول اللي عندهم عجز، اكثره بيكون هذا نفسي. فهذا الكلام اخطر يا شيخ باسم، اخطر. هو اللي بيعلم وهو اللي مثقف في امان ومدرك كل الموضوع. كمان تساؤلين. لا بس خليني دليل انا جيته في المره الماضيه بدي اركز عليه شوي، لانه لاحظت بعض الناس مش فاهم علي. لاحظوا، ومن لم يستطع منكم طولا، ما عندوش القدره. طب شو الفرق بين الطول والطول؟ على فكرة الطول في المساحات، يعني هذا طويل وهذا عريض ومش هيك، الطول المسافات والمساحات، ها
اللي هو مسافات الطول مسافات والطول القدرة، والقدرة هاي أشكال وألوان، ومن يستطيع منكم طولا قدرة، تمام الطول إذن الطول والطول، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إيش المؤمنات، حتما هدول المحصنات المؤمنات يعني إيش الأحرار. ليش؟ لأنه بعد شوي راح يجي معنا إلى اثنين، مش معقول المتزوجات، اثنين مش معقول العفيفات، من لم يستطع إنه يتزوج العفيفات. إذن لأنه قلنا الإحصان ثلاث معاني إله في القرآن وعليه أدلة، المتزوجة لما قال لا والمحصنات من النساء، هذول المحرمات يعني، ايش يعني معناته المحصنات من النساء المتزوجة؟ مش معقول العفيفة، المحصنات من المتزوجات، تمام. طيب والمحصنات بمعنى العفيفة انه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، يعني والمحصنات هينا مش معقول المتزوجات والمحصنات من اللي بجوز ان نتزوجهن يعني، هذول اذن العفيفات العفيفات. طيب ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، هون الحرائر، فمما ملكت عفوا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم، واحنا قلنا ليش قال فتيات المؤمنات، يعني الفتيات المسترقات اللي مش حرائر، حرة او مش حرة. طيب ممتاز، بعدين لقدام شوي شو بقول في الآية نفسها، فاذا احصن يعني تزوجن فعليهن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتبهوا الآن، خلينا نعطي ثلاث احتمالات. اولا فعليهن، شو رايكم اقيم انا عليهن واحط محلها فعلى غير الحرائر نصف ما على، اذا شو ما على ايش الحرائر، اي واحد واللي هن مذكورات في الايه، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح، اذا فعليهن بدل كلمه عليهن شو بدي احط، فعلى غير الحرائر نصف ما على الحرائر من العذاب. طب والحرائر اللي مذكورات في بداية الآية مش متزوجات حتما، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إذن هن مش متزوجات، تمام ممتاز. المعنى الثاني المحتمل، فإن أحصن أي تزوجن فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. واصلا اذا كان فيش تفريق في القرآن بين متزوجة ولا مش متزوجة شو لازم يقول؟ فعليهن نصف ما على الزانيات من العذاب. ليش بده يقول متزوجات كمان مرة؟ مش هم بيقولوا فيش فرق بين المتزوجة واللي مش متزوجة واثنين جلد؟ اذا ليش يقول اذا صحيح كلامهم فعليهن نصف ما على المتزوجات؟ يعني المتزوجات ليش بيختلفن عن اللي مش متزوجات؟ بيختلفن؟ ما هني بيختلفنش. اذا شو لازم العبارة تكون مشان تكون دقيقة؟ فعليهن نصف ما على الزانيات من العذاب. اما يقول متزوجات ليش؟ ليش يقول متزوجات؟ وشو معنات عليهن؟ يعني فعلى المستعبدات غير الحرائر نصف ما على الحرائر. وهذا على فكرة واضح تماما، لأنه فيش داعي أصلا يقول المتزوجات، لأنه إذا فيش فرق فلازم يقول بجوز يقول لك بدوش يستخدم تعبير الزانيات لأنها بشعة. شو ما هو قال الزانيات والزاني؟ ما هو قال الزانيات والزاني؟ يعني هل كنت بدنا نستحي؟ هل كنت بدنا نستحي؟ كان لازم يقال فعليهن نصف ما على الزانيات وخلصنا. إذن هي فعلا، طيب ممتاز، خلينا نعتبر انه القضية محتملة. عارفين شو محتملة عند علماء الاصول؟ الدليل اذا طرأ عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هم بدهم يستدلوا في الاحتمال وينكروا احاديث متواترة. وفي واحد معاصر من المحترمين الحقيقة
هذا طلع أذكى منهم كلهم، لأنه أدلة هذولاك ولا في واحد عنده دليل. أثريته في واحد ذكي أذكى منهم كلهم ومحترم، بس وقع برضه هو الثاني. هو قال لا، كل هذا الكلام لا. وأصلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلد، لما رجم، هذا ممكن رجم في السنة التاسعة وكمان والعاشرة، يعني بعد آية الزنا خلاص موافق هو. طب ولا كيف بتذكر الرجم؟ بقول أنا بقولكم، عمر بن الخطاب لما وقف في المنبر وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وهون وقفوا معي هنا، إذا كلام عمر بن الخطاب بيحتمل وجوه، أنا بدي أعطيكم الآن احتمال مشان نشوف شو بيقول هذا الرجل ونبطل دليله. لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن الله سبحانه وتعالى نزل على الرسول الكتاب ومثله معه، حديث صحيح. خليني أخذ من السنة الحديث القدسي. الحديث القدسي يبدو أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم على فكرة يلتزم بالحديث القدسي أحيانا حتى بلفظه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا 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 نزل، هذا نزل، هذا نزل. ولذلك ألا إني أوتيت، وفي على فكرة حديثين: ألا إني أوتيت القرآن، وفي حديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فكان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر وتكتب. أبو هريرة شو بقول؟ أبو هريرة شو بتقول؟ بقول إنه ما حدا، يعني بمعنى ما أحد من الصحابة روى قد ما رويت أنا، لكن إلا مين؟ إلا عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو على فكرة من أتقياء الصحابة، مشهورين العبادي الثلاثة هذول: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو. إلا ما كان من عبد الله بن عمر. ليش؟ كان يكتب ولا أكتب؟ من اللي يكتب؟ عبد الله بن عمر يكتب. وفي رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اكتبوا لي. قال لهم اكتبوا له. يعني في أحاديث كثيرة على الكتابة على فكرة، خصوصا في المرحلة الأخيرة اللي استقر فيها التشريع، اكتبوا. ولذلك لما بيقول عمر بن الخطاب إنه نزل في كتاب الله، ما قالش القرآن، هاي أول قضية. اثنين، أنا بدي أسألكم سؤال: أنتم عمركم سمعتوا بالحديث اللي بيقول آية المنافق ثلاث؟ شو معنات آيته؟ علامته الدالة على أنه منافق، الدليل. على فكرة ما كانوا يستخدموا زيكم اليوم تعبير الدليل. آية المنافق ثلاث، إيش يعني آيته؟ الدليل على أنه منافق، العلامة التي تشير أنه منافق. اثنين، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه، إن آية ملكه، شو يعني آية ملكه؟ الدليل على أنه هو. والقرآن لم يستخدم كلمة آية بمعنى الآية القرآنية مفردة إلا مرة واحدة، وحتى هذه المرة فيها نقاش، إنما أكثر استخدموا في الجمع، أما المفرد في الدليل الذي يقود إلى الدليل الذي يقود. ولذلك الصحابة لما كان واحد يقول فيهم آية الرجم، شو قصده؟ دليل الرجم، العلامة الدالة على الرجم. لاحظوا، فهون بشان نحل بعض الإشكالات اللي وقعوا فيها بعض الناس، ظنوا إنه قرآن. وأنا الآن بدي سبق قلت لكم إنه حديث الشيخ والشيخة انسوا، هذا لم يصح. والناس اللي برضو منهم نفسهم على فكرة وبقعوا في هذول الناس اللي بيحاولوا يقولوا إنه ما فيش حد رجم، عارفين، بيجيبوا الأدلة الضعيفة وبنقضوا عليها. ليش تجيبوا الأدلة الضعيفة؟ ليش انقضوا على الصحيح؟ أنتوا الشيخ والشيخة انسوا، ما فيش منه. اثنين، وحديث الداجن هذا اللي أكل الورق من تحت السرير، انسوكم منه، لكن لازم يفهموا، انسوكم منه خلاص. أنا بأتيكم بالإشي اللي مفيش منه الكلام. في الداجن يعني الحيوان المدجن اللي أكل، قال صحيفة فيها آية الرجم. أولا آية الرجم في تعبير عمر بن الخطاب، شو يقول عمر؟ بده يقول دليل الرجم. ما كانوش يقولوا دليل، كانوا يقولوا آية المنافق ثلاث، إن آية ملكه، هي القرآن والسنة، تمام. فلما قال آية الرجم دليله بكلهم إنه آية الرجم هذه إحنا قرأناها وعيناها، أنزلت في كتاب الله،
ايش كتاب الله؟ ما احنا قلنا الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. وكان يكتب السنه من 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 فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي، قال لهم اكتبوا له، تمام. قال كتبناها، لاحظوا قراناها وعيناها. وكيف يقراوا اليوم؟ احنا بنقول فلان قرا الحديث على العالم الفلاني، شو يعني قراوا؟ يعني قراوا عليه مشان يقول له صح صح انت هيك حافظ مظبوط. ما كانوا برضه شوفوا حفظهم، تعال انا حافظ الحديث مظبوط ولا مش حافظه، لانه في نصوص للرسول خصوصا في الاحاديث القدسيه، في نصوص لابد ان ياتي فيها بالضبط زي ما قالها الرسول، زي ما قالها بالضبط. فكانوا يحفظوها ويقراوها على بعضها على بعضهم. آية الرجم شو المقصود فيها؟ الدليل، الدليل. ما كانوش يستخدموا كلمة دليل، هم يستخدموا كلمة آية. فلما يقول عمر بن الخطاب في كتاب الله، ومن ضمن على فكرة في كتاب الله، عارفين ايش معناها؟ فريضته. يعني خذوا الآية التالية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ايش يعني كتاب الله عليكم؟ ما فرضه الله عليكم، ما كتبه عليكم، فرض الله فريضة، هذا التزموا كتاب الله ما فرضه عليكم. فلما يجي يقول عمر الخطاب آية الرجم هاي احنا نزلت في كتاب الله هاي وقرأناها وعيناها احنا، وبخاف انه يجي زمان، انتبهوا، بخاف انه يجي زمان يقولوا الناس انه لا نجد في كتاب الله. هون لا نجد في كتاب الله بتحتمل معنيين، يعني لا نجد في القرآن الرجم، او لا نجد فيما فرضه الله. هاي كتاب الله، ما هو قال كتاب الله عليكم، هاي الفريضة، كتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شو بقول عمر؟ بقول بخشى انه يأتي زمان يقول له ما وجدنا، لا بده يقول لهم لا قرأناها. وعارفين شو قال؟ لولا ان يقول الناس يعني انه عمر بن الخطاب ادخل في القرآن، ولا كان عارفين شو عمل؟ كان جاب مجموعة من الصحابة من الموثوقين ومعروف عائلاتهم واسماءهم، وجابهم واشهدهم وقال لهم في رجم في الدين ولا ما فيش؟ في كتاب الله يعني في، ولا مين اللي فرض علينا؟ مين اللي نزل الفرائض اصلا؟ الصيام كتاب الله ولا مش كتابه؟ الصدقه كتاب الله ولا مش كتابه؟ شوي بالله شوي. قال كان جيت ايش؟ وكتبتها. يكتبها وين؟ بعض الاخوه منهم انت يا شيخ، بعض الاخوه ظن اني انا لما قلت في المره الماضيه يعني يكتبها على الهامش زي ما كان يكتب ابن مسعود وغيره في التفسير على الهامش، ظن اني انا يعني بدي يعني مني هاي عبارة على الهامش. لا وردت عن عمر الخطاب، بس استخدم مش حاشية، احنا بنستخدمش حاشية، قال في ناحية المصحف، في ناحية المصحف يعني بيجي لسورة النور وجنبها بكتب البكر، هذه البكر، واما الغيث فكذا، يكتبها. طيب هو قالها وفعلها؟ قال وفعلها؟ ما فعلش. اذا شو قصده؟ طب هو قالوا ما فعلش، قالوا ما فعلش، شو قصده؟ قصده يقول لك قديش هي مهمة، ما تتصوروش انه هذه مش فريضة، هيك بده يقول لهم، ما تتصوروش انها مش فريضة، لا فريضة، حتى هممت اني اكتبها لولا يكونوا دخل في القرآن، اذا هي مش من القرآن. ولا هو بده يفعل هذا، ولا هو بده يفعل هذا، بس بده يلقي في اذانهم ايش؟ انه اياكم تقولوا انها مش فريضة. وهذا قالها عمر بن الخطاب في خلافته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.